سجلت مملكه البحرين انخفاضا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 1176 حاله قائمه جديده لينخفض العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 14816 حاله منها 36 حاله تتلقى العلاج في المستشفى و10 حالات في وحده العنايه القصوى، هذا ولم يتم تسجيل اي حاله وفاه خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 1805 حالات إضافية